12 مليون خسر 12 مليون بلد 12 مليون خول باي واخا كنتحاكوا على الامور الحمد لله غادي طريق الصعيب شويه نشوفوا خصني باش نحترم اوكي قاعد تفضل اسمح لي سيدي الرئيس نشوفوا هذه شوف الاحياء شحال غادي نقدروا ديال الاخر نديروا الاحياء كامل اسمع السيد واه الاحياء دابا اللي واجدين عندهم واد الحار عندهم الاخر علاش ما يتخدموش يمشي تشجروا هذوك يديرهم تشجر فين راه المشكل الاحياء اللي عندهم الطريق عندهم واد الحار عندهم نشوف الاحيان من خص التشجير نمشيو نتشجعو ونشوفو نزيدو لهم ولا نقصو ولا داكشي اللي كاين. الله يرحمها عبد اليوسف سبعيني راهي جايه كيجي لنا 13 ان شاء الله فورنيسور والسي العناري غادي نبدا نشوفو كيعرش الاشجار بزاف ديال الله يسلمك. يا بغيتو تعطيو له شي دفعه جديده ها هو دابا معانا كلشي نحاسبو لا انتوما ولا انا. نعطيو له واحد المبلغ مهم ديال سنه 2025 حتى يدعم لان راه قليله. تقريبا 4 ديال الوقت. باش الصبار قليل راه الاشجار كتكبر بحال الشهر الانسان راه كل مره خصك تحمق عليه وراه كاين الاشجار كثيره بزاف الشوارع فيها الاشجار شتي دابا غير بان كاين الاشجار الساحه فيها الاشجار باش تمشي الاشجار راه كاين ماشي ما كاينش كاين اذا السي سداب هذا تفضل اخويا تفضل كلمه سي سداب الاشجار على ولي الاسلام نعم من بدينا الولايه نعم سقاوهم واحد المره كاين واحد المره اللي زبروا شحال جاوا السي فؤاد على 3 سنين ولا 3 سنين وشي حاجه شحال خطره كان عيط تما بالنسبه للسقا حتى بالنسبه كندوز مره مره وصافي في الليل تقدر تكون ما تشوفناش ولكن نتمنى لا كاين الناس كيقولوا راه ما سقاوش من عندنا شقاش تما ولا دابا علاش ما كنمشيوش تما بزاف كاين ذاك الدخل المدخل ما كيحتاجش انا كنكون مرات تسقي ما كاينش ما كانش كاصو ولا شي حاجه تحية مرة أخرى سيد الرئيس من هذا المنبر كنشكرو السي العلاني على المجهودات الجبارة اللي كيقوم بها احنا مع تشجير المدينة مع تغيير البيئة راح كنا الزبل والغراء والعجاج والمطامير وهذا الهضره راه عينا منها نهضروا على شويه على البيئه على التسجيل على الاكسجين النقي على المسائل الاخرى غير بالنسبه للسيد علي الامير
الا كان دار شي بون كوموند ولا كان غيدير شي بون كوموند جديد يركز على الاشجار اللي ما كتحتاجش بزاف الماء واللي كتوارم البيئه ديال المنطقه. رانا حاليا رانا في بيئه شبه صحراويه، راه حتى الشتاء ما بقاتش كضرب عندنا، دازت علينا 7 سنين ديال الجفاف، كضرب الشتاء على الاطراف كامله ملي كنوصل للسونتر ديال الدرج ما كضربش فيه الشتاء. وزيد عليها المسائل ديال السقي، راك عارفوا الدوريه ديال سيد وزير الداخليه والتوجيه ديال سيدنا الله ينصرو الحفاظ على الماء، يعني غنضربوا هاد الحسابات ملي غتجيب السجر ولا تجيب الورد تجيب شي حاجه اللي ما كتحتاجش الماء. اما بالنسبه للغازو دايرينو في البول اللي بون كومون اللي دايز، انا كنشوف الغازو ما صارش بالك باش تزيد ما كيحتاجش الماء بزاف، هو كيحتاج من قطيان بزاف. والماء حلو، النتيجه هي في الشارع الرئيسي، واش كاين شي غازو؟ كلشي مشى. دايرين تما ساكيه بحال اللي دايرين المدود فين كياكلوا الدار. ما بقاش صالح. وبالنسبه للجراد اللي كاينين مثلا الجرده ديال الهنا. الاسبوع هذا شفت شي صوره في الفيسبوك بغل مرهوت تما كياكل في الغازو. يعني الا كان عساس في هاد الجرده هذه خصو يتحاسب. اش كيدير تما؟ عندكم تما العساس؟ اذا كاين العساس راه خصو يتحاسب. انا عندي الصوره في التليفون دابا نوريها لك. بغل مرهوت في الغازو كياكل الغازو. يعني شنو كيدير هاد العساس؟ كيتخلص من الماء العام. هادشي راه خصو محاسبه، ما عدا ما كيعسش خصو يمشي بحالو، نجيبو عساس جديد. ومربوط ماشي يعني دايز، ماشي هاد البغل هذا دايز طريق. جابو ياكل، ربطو بالقنبة و... وبالنسبة للوديان، عندنا وادي سلام، عندنا واد كرت، عندنا واد الحمام. هادو خصهم تسجير على الأطراف كاملين. التسجير ديال الوديان ما يحتاجش ميزانية من الجماعة. راه كلشي عنده حلول ديالو. يحتاج اتفاقيه بسيطه مع المياه والغابات نجيبوا الاشجار نسجلوا بها الوديان. المياه والغابات عندها بيبينير عندها اشجار عندها، الا درتي لها طلب اليوم غيعطيوك 2000 سجره الا بغيتيها سي الرئيس. على حساب ودي سنه واحده. نعم. غنجيبوا كاليتوس، نجيبوا سيبري، نجيبوا شي حاجه اللي كتوالم كتجي على الواد، منها كدير حمايه للواد، منها كدير كتعطي لنا واحد المنظر زوين، منها كتبدل الهواء في المدينه. شكرا سي الرئيس. شكرا كلشي عندنا دخلات مزيانين، وعطيو له شويه ديال تدلوا ليد العابله وتدلوا شويه في الاخر، وان شاء الله غادي يبدا يشتغل على 2025. صالح واش يبغي؟ درنا غير 10 مليون ديروا مثلا 200,000 درهم، وغادي يخصو حتى ليد العامله اللي نقصناها قبيله، غادي يصيرها. سي الرئيس باش يغلب على المدينه، تفضل اخويا. شكرا لك التدخل كذلك. راه ماشي القضيه في الميزانيه ولا فراغ في الميزانيه، ديما راه كنقول كل نقطه نقطه ولا كل تدخل الا كنشير ليها. ها اللي قال السيد العون، دابا درنا مثلا جوج، حنا اقترحنا جوج ديال مثلا العون الاراضيين في ديك الجريده، وفي راه ما كيبانوش. ها تديروا جريده ب 150,000 درهم مثلا، ومن بعد راه كيوقع الاتلاف ديالها. الناس تابقين الدواب وتابقين وكيلعبوا كوره الى اخره. هذا هو المشكل اللي كاين، ماشي نديروا مثلا مشروع راه ما كاينش تدبير، ما كاينش حسن التدبير اللي ما كاين، راه كندير واحد الحاجه وسير. دابا الاستاذ ديالنا المحترم اول مره راه 5 سنين وهو نخدم في البيئه وفي الجراد وما عرفناش، اول مره كيجلس مع الاعضاء. دابا خصنا نسالو على 5 سنين هذا، ديك 749,000 درهم اللي ذكرت الاستاذ واش خدمات ولا لا مازال غادي تجي؟ مازال غادي تجي، اذا شي 2000 وقيلا 2000 شجره، واش شجره كبار؟ ولا حتى فيها الورد الى اخره، باش نعرفوا لكم. راه تقريبا راه دات 800 200 30 20 120 20 200 الى اخره. 800 هذه الكونتيتي ديال الغازو كيجي في واحد البلاك. يعني كنا البلاك. غازو مدوز الغازو. هذا القضيه ديال يعني الاشجار. اما الورد راه مازال ما وصلناش. الحمد لله. راه شتي راه 50,000 درهم راه كافي، شحال تكون من شجره تما توضع؟ 800 ولا 600 ولا 400 ولا تكون اكثر. انا تبارك الله راه متفق معك، شتي الا نشدو ديك 500 ولا 600 الا قادت مزيان وخدمت مزيان وتحافظ عليها راه الخير والبركه. اول مره نكون كل عام نديرو وقول لي غير احيانا استفدت حالي.
راه كنشوفوا نفس الاحياء نفس الشجرات اللي فيهم وما بقاوش ديما بقاو هاد المحفروز هاد الامور هذا خصنا التدبير ما خصك بو ثلاثه ولا اربعه ولا ديال العوام معاك تلعبوا قشقاش كل واحد يخدم خدمته هذا هو المطلوب ديما كنوجه هذه الرساله للسيد الرئيس هو سوء التدبير اللي عندكم هنا في الجامعة كل واحد يدير خدمته الامور غادي تكون مزيان اما واخا تجيب 100 ما الاخر من عون العربي راه غادي تبقى الامور كما هي الا ما كانش اراده ما كانش اخلاص وشكرا لك. عافاك ربي سعدي. ايوا توكل على الله السي فؤاد ان شاء الله بعد السنه ديال 2025 نخليوها 100,000 على السيد الاعضاء كما قالت سي حسن تدخين 100,000 اذا الاشجار بقات 100,000 وهذاك الشيء ديال الفلوس قلتو بلاش السيد الاعضاء درنا 28 مليون في الشهر هي تبان هي الشهر هو هذا ال 100,000 واش غادي يكون واش الاحياء فيها؟ تفضل اخويا هو هنا الشهدوا عليه لا لا واش سيبوا هنا نحسبوها 100,000 درهم غادي يكون حتى الاحياء واش واش يدوا فيهم؟ كافي الاحياء والويدان ان شاء الله احياء والويدان ثلاثة كبيرة سيبوا راه كتلتزم تيقن تيقن مزيان كما هذا باش الكورتيزان ديالك شوف اذا محتاج وقت كلهم يحتاجوا مع بالي اقول واه ولا لا انا ماشي واه ولا لا شوف راه تيقن 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 اذا محتاج وقت راه لان الدوره الجايه عاوتاني ولا بدا ونرجعوا الى التساؤل قول واش عندك تصور واش عندك لي موايل الوسائل باش تخدم واش ما عندكش انا بصح هذا الخوت كيف كفو يوم العام هو انا خص لي العامله ما كانش يد العامله ما غاديش نقول خير ضروري يد العامله باش كي قلت الاخ قبيله كل بلاصه نحطوا فيها واحد ولا جوج يتكلم والتشجير راه فاش نقولوا كنديروا التشجير غتكون ليكيب كبيره سني وبالنسبه كي قال الاخ واش قبيله يعني ما كرهش انا كل واحد فيكم يمشي نخرج معاه ونمشي نقول الله يسلم فين نديروا الشجر ونحسب داك الشيء بالمتر كاري والاخر باش يكون داك الشيء فري عنده واحد سنة ان شاء الله غادي نرجع هنا نصوروا داك الشيء اللي داه هذا ونديروا العرض ديالها في سبيتفا الشيء اللي شفنا داك الشيء اللي صبر حتى نصبح حتى نرجع شراء عدد صغير للتشويره كان 50,000 ودينا 280 كيبان لي كيبان لي لا داعي دونك غادي تنقص هنا 130,000 بس هذا الكامل غادي تنقص 130,000 بعدد صغير للتشويره هذيك شارط الترقيم تاع الاماره 5,000 الشوارع 10,000 ها؟ 230,000 فيما يخص عدد صغير هذاك العدد الصغير اللي درنا له 50,000 كيبان لي فتح حتى هو في 30,000 غادي نقصو 20,000 كافي كافي إذا بالنسبة هذاك الشيء ديال الضوء احنا وصلنا له السي رشيد شراء عدد صيانة السي عز الدين انت مكلف بالإدارة العمرانية كيقول لك من المواطنين كيبغيو يركبوا الضوء كيبغيو البولات كيقول لك حنا كنقولوا نروحوا نشريو البولات ولا ما عندناش ربما هادشي اللي قال السي رشيد نوض وقف وجاوب السيد الاعضاء كيفاش كتعامل مع الضوء مع الامارات السؤال ماشي 10 مليون بومبيات 10 مليون بومبيات شحال كتسوى البومبيات رشيد لا خصني نفهم السؤال خصني نفهم السؤال باش تعرف نعطيك الكلمه اذا ما تهضر حتى نعطيك الكلمه تفضل بالنسبه للسي رشيد نشي للتواصل مع راك الساكن ماشي انا ازدي جبد الميكرو تي مسجل راك الخو راك العرض السلام عليكم تحية لكاع المستشارين بالنسبة لحنا ك يعني إدارة تقنية ديال الإدارة العمومية حنا في التواصل كاع مع الساكنة سواء مع المنتخبين سواء مع الساكنة في حين أنه كاين شي مرات أنه مازال ما كتجيش السلعة كنضطروا أنه كنقول للسيد صبر معنا حتى تجي السلعة إن شاء الله ونديروا السياحة. نعم شنو داس مليح واه تفضل ناقصنا 10 مليون بومبيات واه خصنا نعمل لي بومبيات واه انا انا نصو ناقصنا 10 مليون بومبيات ملي جات 10 مليون بومبيات
بومبيا ديكيبين لي ماتيريال مال. لي ماتيريال مال. جا خويا هادشي. إذا موراه 20 بومبيا. شت تستبدل سنين بومبيا. غانو الأعضاء يعني غانو ريجيستر مال راه يستبدل نشا نعش قاسج. أما ذاك بومبيا فليت. استبدل السيرة شت سنين بومبيا. جا أنا وياك. يعني إذا نشا الأعضاء النظام استبدل ربما سي عبد الإله. سي راشد زعما دير وقت اللي تغوك كي شابون كوم بريمي كي البون كوم ودغيا يستافد دايما واو جاب انا وياك اقشا مورا ما يستافدش بومبيا تغوك جاب بومبيا في بومبيا اللي ما جات 12 مليون خاصها 12 مليون ماني 12 مليون خاول باهي قال ويجي تسرع وهذا شري ماتيريال غادي نجي كونتاكتور سكوربيو 70 فرانك كونتاكتور يتحقوا هذاك يتحقوا وعندك الماتيريال دابا الا وقفنا مشينا معاك للبار راه نستناو لا واش عندك شي حاجه ولا زعما كاين الحمد لله هاد البومبيات بومبيات لا تراجع بومبيات هذا ماشي كوندونساتور ولا ترانسفورماتور راه بومبيات السي رشيد كاع قبلهم حنا ماشي شي حاجه لا اللي كيهمنا هو الترانسفورماتور اللي كيتفدوا على الحال كله حنا الغرفة الاطفال في الحكاية راه شي حاجه على هكا تفضل اخويا عادي كنشوفوا 20 بومبيات كنشريو ولا عشان بومبيا البلدية البيروش راه كتجي صغير قليل خصنا نشريو السلعة العشي ما تكفلهاش إلا جيتي للحي ديالي هنا خاصو 25 بومبيا غير الحي واحد مثلا قصدي كنكون كنشريو 20 مثلا نشريو 50 نشريو 100 نخليوها تما دائما اللي كيعطي شي حاجة يهزها من تما في القرية الساعية واه دابا الحمد لله خطينا مع مولاي الأشرف خلينا المسكين هادو يعني الوقت ديالو المساعي ها هو السي علي وشوف داك شحال عندك من مولا ولا شحال عنده من مولا ومولا يا ودي تحتار انا ما عنديش ما عنديش في المثال لا كمل نعطيك المثال دير واحد 80 مليون خلي باقي الصيانه ديالو يلا يعني اتفقوا عليها شحال 70 مليون واعطيو له البرنامج فيه ما شي بولا شي حاجه غادي يصرفها ها هو معنا وغادي يدرس ممكن السي ممكن ممكن وانت هنا وحتى نهضوا ما تبقاوش كنقولوا راح يزدوا البولا هو معنا كما دوز سيبو هذا المشكور ندوزو كذلك الصيانة ديال الإنارة العمودية عطيو له مبلغ مهم وإن شاء الله نتكابر مع تزيد مع شي تكنيسيان ويعطي لاطاك ويبدا أنت عندك 25 كون سي تفرج الشهادة في المكان جي كيقول بعض الأمور ما كاينش الشهادة ما كاينش نعم زعما كيحيد لي شي حاجة ولكن كيقول ما كاينش ما كاينش ما كاينش ما كاينش دابا تنزيل ما كاينش واحد نخليو الناس في الدور كيسليو الجاب كيسليو بومبيات يكونوا دائما تما تعيط على التريسيون يمشي يجي لك كيف هو هذاك ما كيخلص ديما شخص بزاف ولكن خصو خصو الحوايج الله يمشي يشريها يجيبو كيف هذا الشيء يقول لك انتم رجعتوا لي عطيو له الفلوس عطيو له ما لا داعي تحسن انا عندكم ما بغيتش شي حاجه احسن زيدوا لي هذا 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 بصح صار حسن واه شحال كانت تما هنا درنا 25 25 مليون كافي كافي ايوا صافي خلي لها هذا كنكون سوقي شويه ناس 800 ولا كونفلي كتسوى 800 شحال ديال كاع البوله هي مرات 8 مليون شي شي حاجه شي خضره سي حسن سي رئيس بمناسبة مناقشة سينا داخل ديال التحويل ثم الإنارة العمومية أنا واحد الشكر موصول للأستاذ الدين التقني ديال الجامعة فيما يخص يعني التواصل مع السكينة هذا في الحقيقة هو ما كيخليش مجهد ولكن مرة مرة كيقول لك راه مازال ما قليل ما كاينش يعني كتضطر بعض الأعضاء يديروا حلول ترقيعيه اما كيجمعوا ولا كيشريها من الدار ولا العضو نجيبو هذه من جهه كيبان لي 200000 درهم كافيه الا درنا واحد العمليه حسابيه بسيطه الا خصنا الا درنا واحد القدر يعني كبير واحد الا درنا 100 ايكيبي راه كدير 700 ديال 150 واط يعني احنا عندنا برنامج السيد رئيس المحلف يعني كنقتصدوا يعني المستهلك ديال الكهرباء الاناره العموميه يعني 200 واط راه ما يمكنش نديرو ديال 200 لا 150 ولا اقل ليه
وراه اللي درا فيهم 100 واط ولا فيهم 150، يعني الى 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 درنا بزاف ديالهم 150، يعني باش نقصوا من الاستهلاك ديال الاناره العموميه. 150 راه ما كتعداش 700 درهم، 750 800 درهم بالرجل ديالها، يعني 800 الى درنا 100 في العام راه 80000 درهم، و 120000 درهم الحوايج اخرى، السياره لي ترونسفور، او ديك الترونسفور راه نادره نساع زيد فاش كيطيح شي ترونسفور، ديرو 5 6 ولا 10 20000 درهم، واحد 70 ولا 60000 درهم غادي تشري 500 ولا 600 ديال 200000 درهم كيبان الثمن هو هذاك، ولكن غتكون الله يجزيكم بخير لي بون دي كوموند واش ممنوع باش تجي في القافله 200000 درهم نجيب ونجيب ونديرو السلوك ديالنا ونحتفظو عليه ونحضر فوقاش ما نجي. قال لك إلا مشيتي معايا للبارك غادي تخسر. لا مرة مرة ما كيكونش هذا. واه شي مرات كتزامن أنه تسامن. يعني نجيبو السلوك ديالنا يعني في دقة واحدة، إلا بقى منه شي حاجة العام الجاي يعني فبه ونعم. شكرا. إذا 200000 كتسامن. البارح تكلمنا شويه على الكراهات ديال طلب العروض، غادي ناخذوا نموذج تفضل العطل تكون في الصوره، غادي ناخذوا نموذج النهار اللي درنا ورقه الطلب او طلب العروض فيما يخص الاقتناء ديال الاناره العموميه، غادي يعطينا هذا الهيستوريك كنقولوا له الهيستوريك هذا يعني باش بدينا باش كملنا الاستاذ عبد الرحمن يدير واحد المداخله الى كاين معنا او لا شي كوثر حضرتي في البونت كوموند ديال الضو احسن عندك مشاكل ديال داك اللي جا وديتو له ودرك وديتو له خصك تعرف جابنا ثلاث مرات كيجيب لنا السلعه. بالنسبه للوقت كوموند ديال شوف العوام الاخوان شوفوا بعدا لا باش تعرفوا علاش كتقول ما شفتيش في الوقت. تفضل اسعدك. لا انا ميزان بريمونت واحد البلان ميزان بريمونت في الاداره كامله. البوند كوموند راه شهرين من الاداره. لحد الساعه هو الوقت كتعيط له يسد على التليفون. ما بغاش يجي من هذا داك الماتريال، واش تلقى داك الموطور اللي كان طائر عاطي هو في الاول ما مناسبوش ولا شي حاجه اشهرك، شنو خاصني دابا انا ندير؟ انا خاصني دابا نمشي لابيرسيبسيون، ندير ديمينيسيون، نحيد داك لونجاجمون اللي درت، نعاود العمل اللي من جديد، غادي تعاودها الاخت من جديد، واحد الشهر يعني ها هو حنايا غادي نمشيو ثلاث شهور اربع شهور، مازال ما توصلناش في ليزابيرمونت ديالها عبد الرحمن، ونفس الشيء حتى ماشي غير حنايا. رجع عندي السيد ديال تفرسيت داروا البوند كوموند ديال هذا الشيء ديال الاداره العموميه 5 مليون، جا لهم ورجعوا الكاميون كامل، جابوا لهم الكاميون ديال السلعه ورجعوه لان المواصفات اللي عطا لهم ماشي هي هذيك اللي كاينه، يعني راه طايحين حنايا في مشاكل في هذا البوند كوموند، ماشي بحال اللي كنا كنخدموا قبل كتمشي عند واحد دو فوا فينيسور كتقول له حتى اللي خدا كيجيب لك لي دوفي وكتخلصوا، دابا الاوبيراسيون ماشي هي هذيك. يعني ممكن انا ندير واحد البون كوموند نعاودو ماشي غير مره واحده. وشكرا هذا البون كوموند راه مش تعطل، جيتي عند البوله ما لقيتهاش، جيتي ما لقيتهاش راه ماشي حنا اللي تهولناونا، البوله اللي جابنا النهار الاول ماشي هما هذوك رديناهم، مشى دار ودار في الوقت جاب لنا عاود شي بوله شي هذا ما حلناهمش، غير نشوف تكون غتبقى من الاثمنه اللي دار في سميتو، هذا راه ماشي على المستوى ديالنا. دابا هادو عنده شويه ديال الماتيريال بعدين طاح شي بوست ولا شي حاجه باش يدي باني، وان شاء الله 2025 كثر البولات كما قال لك السي علي راه تيبقي لها واحد 80 ولا 100 وان شاء الله كان يحصدوا شي بولات الشارع ان شاء الله. قالنا ناخذ الاخير هذيك الاتفاقيه ديال الجهه اللي غادي دير الاناره العموميه دارت في الميزانيه ديالها 400 مليون ديال الذهب بمعنى 40 ديال المليار، حنا ساهمنا معاهم 90 مليون جماعه ديال الدروش، كلشي الاطراف كيقول لك راه حطوا يعني النصيب ديالهم في الاتفاقيه، باقي غير الجهه باقي غير الحق ديال حتى وزاره الداخليه دارت النصيب ديالها، هذا الشيء اللي كتقولوا النائبه الاولى ديال رئيس مجلس جهه الشرق بالتصميم معها من هذا المكتب هذا، يعني كيستناو الحصه ديال جهه ما تحطتش انتم عارفين كان رئيس ولا رئيس ولا هذه مازال عاد ونهار اللي غادي تحط الجهه الاخرى حنا بحال 18 جماعه في الجهه يلا 18 جماعه اللي استفدت من بينهم الدروش، هذا البرنامج ان شاء الله ديال 4000 دولار اللي غادي يدار في المدينه ديال الدروش
قلنا اخر باب هذا ديال 30 اللي هو مستحقات. هاد المستحقات العام اللي دازت 38 هاد العام 82 انا غادي نذكر الساده الاعضاء بلي عندنا واحد الفائض تقريبا كاين واحد 160 مليون نديروا منه واحد المصيف المستحقات الساده الاعضاء. لا خليوها 280 اذا تبقى 280 غادي نديروا دابا التصويت على الباب 30 ان شاء الله الساده الاعضاء. سويت على الباب 30 الاجماع. السي عبد الكريم عندك لاصون اللي جمعت فيها على ما نحن ناقشوا شحال ديال الفلوس اللي بقات زايده باش نعرفوا فين نديروها. غادي نمشيو لباب 50 اللي كيتسمى مجال الدعم. مجال الدعم عندنا صوائر المسطرة وإقامة الدعاوي اللي هي 60 درهم راهي في الاتفاقية الشراكة معنا نديروا فيها مصاريف تأمين. شنو هي صوائر المحامي اللي كيدافع عن الجماعة هذاك عنده 60 ألف سنويا هذه ابتداء من 25 2024 حتى 30 ألف درهم. المصاريف تأمين ديال المداخل 3000 قد 5000. عندنا دفوعات إلى مجموعة الجماعة الدولارية كانت 665900 ولات 541780 يعني من هذه سابقين كانت فيها اتفاقيات الصالح. هذا الاتفاق اللي تشكروا هما كاع. مجموعة الجامعات. مجموعة الجامعات كانت ولا. واحد. ها هي. وكاين سميتها الجامع. كاين الشرط التوزيع. تضامن. الشرط التوزيع هذه هي المشكلة. كاين هذيك ديال الصحة والتضامن. التضامن البيئة. التضامن البيئة كاين 2700. إذا هذو راه اتفاقية شراكة اللي سبقنا عليهم ودوزناهم للمجلس. المجموع أو القيمة المبلغ الإجمالي اللي هو 541780. تحت منها كاينه دفعات لمؤسسات التعاون بين جماعات الناظور هذه باش كنخلصوا النفايات ديالنا اللي كنديروا في زايد هي 1,156,000 هي راه ما غاديش تقبلنا باش تحسب الارض. اذا نعرض واحده اخرى صوائر البسطره واقامه الدعاوي 60,000 راهي في الاتفاقيه. المصاريف ديال الشاسعي ديال المداخل اللي هي 5000 درهم اللي كيوصل فلوس لا ريسبسيون والدفعات مجموعه الجماعات من اتفاقيه شراكه كائنه مجموعه ديال 540 دفعات حساب مؤسسه ديال جماعه الناظور الكبرى 1,156,000 هذه خصنا نزيدو فيها ما غاديش تقدر. ديروا واحد الرساله ودرجوها نقطه في الدوره الجايه ونكسروا. صافي راك حتى انت راه عندك اي واحد عنده ملاحظه يكتب نقطه. ما كتبوش عاد تستقبل لي ما كاينش بزاف شويه. لا راه دوزنا السي علي. ايوا صافي. ها شنو؟ تجيبوا شي حاجه مثلا في مجموعه الجامعات الناظور باش الكمينات ديالنا ما يوقفوناش ولا يوقع شي اشكال في الصدر الاعضاء. واش زادوا في التاريخ ولا؟ انا كنشوف هنا ما خداش. واش زادوا في التاريخ هما؟ لا لا ما زادوش. واش هما زوط ولا؟ لا اللي كنمشيو نفرغوا لي فيها حتى نخلصوا. واش عاد خلص ديال العام اللي داز؟ شحال كان كنخلص؟ والله بلا ساعة ما خلصنا عاد حتى فرق. واش عاد دابا غنخلصوا؟ الأوراق كتأجل دابا استلمنا معاهم لمدة 8 سنوات ولكن دابا صيفطوا لي رسالة جديدة عاد 25 سبتمبر كيطلبوا بعدا كيقول لك حاليا مساهمة جماعة في ميزانية المؤسسة. كيقول لك ولذلك يشرفني ان تخطب من سيادتكم ادراج بعد واحد المبلغ ديال 115 مليون و 600 انا درت غير اللي جا في الرساله ديال هذا الشيء اللي كاين ولكن لابد شهر 9 شهر 10 تجينا رساله اخرى اللي غادي يقول لك اودي كمل الخلاص ديالك ولكم واسع المبلغ. ها هي رساله ديال مجموعه الجامعات فيها 115 و 600 انا ما قصدتش نزيد حطيتها كامله كيف راهي اذا كانت حيت راه كاينه في الجزائر. واش كتخلص سنويا؟ لا لا حنا عام ما خلصناش. في هذه المده ديال 8 سنين؟ لا هي كيتسالوا ما كيتسالوا على العدد. لا لا كل شيء اللي داز الحمد لله استفدنا بدون بمشاه الله يكثر خيرهم رؤساء زعما تفهموا الوضعية جامعة قلب متابعين على غرار الزغلغال العلوي مضبوط يعني ارتوا لينا
راه كان غير كيفاش تحولوا 70 80 بهذه المناسبه الاخوان كيصوروا شكرا لهذا الرؤساء والرئيس ديال مجموعه الجامعات الناظور الكبرى على المساهمه ديالهم مع مدينه الدريواش واستبنا معاهم في المطرح ديال الناظور او يعني كامل الشكر بكل صراحه. الحال دابا الان الحمد لله الميزانيه كتحسن ابتداء من هذه السنه ان شاء الله غادي نحسنوا نقول لك في واحد عندنا الواجبات ديالنا ولا عيبنا شي شيفور غادي يقول لك راه شي مرات راه كيقول لك الله يديكم زعما الله يديكم راه عطيتو عطيتو بحال هذا هو نردو حتى حنا الجهد ديالنا يبقى مع هذه المجموعه. انا كنقترح شويه السيده باش ما تيحوش في المشكل كنقترح لكن اللي بغيت سيفتو ديال هذاك الموضوع هو هذا اللي سيفتو لا هو سيفتو ليا وهو هذا 15 يخليها خليها 15 اذا بقات لنا بقات لنا 50 الباب 50 المجموع ديالو طلع شحال غادي يتغير وتسوينا على الباب 50 خلينا داك الشيء اللي شكرا السبب على الله ان الباب 50 شو الباب 60 بطبيعه الحال اللي فيه مجال لاندماج النتائج كنبدو في وعاء الفائض الجزء الثاني من الميزانيه فيها 848 463 اذا كان ممكن السي عبد الكريم شنو المعنى ديال هذا الباب 60 ممكن ديال الفيك عندها تنديرها فينا جبنا في روعه غادي نبدلو 8 سولك شي واحد فوقاش يسالي هذا الكلام 2017 هاد سنه ولا سنتين ان شاء الله صدر هذا صافي صافي اذا كان الفيك هو هذا ما كان دابا غادي يبقى لنا الاشكال ديال 160 مليون اللي شايفها فين نديروها صدر هذا باش تكون عندنا ميزانيه متوازنه السؤال مطروح كيقول لك هذا الشيء دابا اللي جمعنا الرزقه فين عندنا الامكانيه نقدر نحققوا تسميك روسيا شوف وضع حق السعر بسرعة بسعطة رأسنا بالنسبة عشان ما مشيرش بالنسبة لنا بديت نظر على مشروع من أداة الميزانية لأن أي سنة سنة كنشوفوا المدى الحلو كنشوفوا المصر خاصي كان عندنا التوازن خاصي كان عندنا الميزانية متوازنة ما بين المداخل والمصارف كنصدقوا في الاول على المداخل يعني كيكون عندنا واحد المبلغ ديال المداخل كنصدقوا عليه اذا خاصنا ما نخالفوش في المصارف ذاك المبلغ اللي صدقنا عليه في المداخل لذلك اللي كنجيو كنحطوا حنايا في هذه الفصول اللي عندنا في الميزانيه كاع في الابواب ديالها كامله كنراعي المداخل باش ماشي ملي غادي نخرجوا من النتيجه النهائيه كنخرجوا واحد التوازن في الميزانيه دابا في الباب العاشر نقصنا وفي الباب العاشرين نقصنا وجينا في الاخر دابا طايحين حنايا في واحد الاشكال فيها غادي نحطوا غير المبلغ ديال 186 مليون و 600 وشي حاجه. انا السي عبد الكريم كنقترح مثلا في المستحقات ديال الكهرباء ربما غادي نستنفقوا فيها لا في الخلاصه اللي فينا حتى اذا كان شي تحويل فيما يخص غادي نزيدوا شي شويه ولا هذا الاقتراح. باش نزيد الموضوع دابا حنايا ملي كنجيو كنقولوا الباب اللي فريز الباب ديال التعويض للرئيس ولينا الحق من المستشار جينا وحطينا واحد المبلغ هذا لا يعني ان المستشارين غادي يستافدوا منه يتخلصوا كل واحد كل الرئيس عنده القيمه ديالو راه كاين في الجريده الرسميه واخا ندير هنا انا حتى 100 مليون غادي كترجع للفائض هكذا بالنسبه للابواب كاملين بالنسبه للفصول كاملين إلا درت أنايا في واحد الفصل ديال لنفرض ناخذ أي فصل في أجور الأعوان العربيين لنفرض اللي كان فيهم الإشكال ودرنا فيه لنفرض 200 مليون كاع حنايا غادي نديرو 40 ديال الناس ديال العربيين وما زدناش قلنا غادي نزيدو في لنفرض في شهر 10 و 11 و 12 وما زدناش إذا غادي نخلصو حنايا غادي تيشد بين هذاك الآخر وهاديك كتمشي أصلا للفائض ما كتبانش ما كما قال الاخ ديال الاول الحال ما يمكنش ميزانيه تسيير دير بها واحد ميزانيه تجهيز باش كيدير المسائل ديال التجهيز
بأخلاف الفائض اللي كيتبرمج الفائض تما يجيو يهضروا على أي حاجة ديال اللي خاصها تبرمج. أما بالنسبة للميزانية التسيير راه غير اقتراحات كنخلصوا بها واحد البوند كوموند شاف في شي حاجة كيرجع للفائض بالنسبة لكاع الفصول اللي كاين من طرف واخا حتى حتى بالنسبة للمستحقات ديال الإمارة العمومية درنا فيها الإنفراج ديال 200 مليون وانا احتجيت غير الانفراد اللي درت خلصت كاع داكشي حتى الاخر خلصت الانفراد غير 200 مليون ديك 80 مليون غادي ترجع للفائض يعني اي فصل فصل هذا راه والله مفهوم الاخوان راه تبارك الله عليك كلشي دابا فين هما 180 مليون وحنا هو السؤال اللي طرحوا بعض الاخوان انا اقترحت غادي يمشي للمستحقات انا في الاول كنت درت واحد الصيغه باش حيت حتى بالنسبه لي اذا جيت تقريبا فريم كاع تبدل بالنسبه للمستحقات غادي يعطي لي شي 450 مليون في المستحقات حنايا ما عمرنا وصلنا لذاك المبلغ تحت الفائض غادي تحت الفائض ولكن غير واحد الحاجه ياك غادي تحت الفائض لا غادي تحت الفائض إذا كان شفت راح شيء بسيط لا نحطه فيها تصدق لا السيارة لا تقول مثلا صوت ما بيجي لا راح يبقى مستحيل أنا أقول لا صوت ما لا صوت ما بيجي صحيح لا تشتري أحيانا واو واو لا يعني طحني فيه طحني فيه لا لا باقي لي بس مش انا بس لا باقي بس كيف في دفعات الفائض للجزء الثاني صوت الله يجزيكم بخير هاوي قعد السي مولانا قال لي اليوم 15 يوم صافي صافي بصح دازت دابا حنا في بيرس ايام بوكس وهاد 180 فين غادي ندير السلام عليكم افتقد هذا المجلس افتقد هذا المداخلات هذا المداخلات القيمه هذا الاحتكاك اللي وقع لنا في هذا المجلس وبالتالي ربما غادي تكون لاول مره كنديروا واحد الميزانيه موفقه بين جميع الاطراف استاذ الاعضاء وانا نشكروا هذا الاوتو ديالنا التقنيه انا صراحه الاخوه الموظفين والدكتور التقني عطاو واحد التفصيل كنا نخدم معاك صراحه يعني يوجدوا الامور ديالهم قبل يجيو يجلسوا معنا ويعطيو يعني هذا البرمجه التفاصيل ديال يعني كل واحد شنو غادي يدير يعني هذا الشيء ما شاء الله عليهم تبارك الله على توضيحات التفسيرات تبارك الله عليهم وشكرا مره اخرى ان شاء الله انا نشكركم جميعا السي فؤاد والاس اس دي بس عبد الرحمن اللي معقد كيدير مجهود كبير تكون صراحة واخا المسائل جديدة واخا ولكن دابا إن شاء الله راح نبعوهم في المواكبة بإذن الله.